له بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأشهد أن عليا أمير المؤمنين والأئمة المعصومين هم أئمة هدى وبهم يقتدى، جعلهم الله حججه على البرايا والطريق المستقيم إلى جنته. وأشهد أن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور وإليه النشور. سبحان من يحيي ويميت وهو حي لا يموت. الله أكبر. اللهم صلي وسلم وزد وبارك وتحنن وتفضل وترحم على سيدنا سيد الكونين ونبراس الخافقين، الرسول المعظم والكنز المتلصم، سيد العرب والعم، المنتخب من طينة الكرم، شمس الملة ومنقذ العباد من الشك والشرك والذلة، النبي الأصيل الذي جاء